لايك تو انتراكشنز ثري انتراكشنز يعني لو نفترض بس 3 ستري هيت يور ات 60 خلاص الامور طيبه صح. All right going into the first game to FD. اوكي ودا FD probably لانه ما يبي البلاتفورم تتعقل او تأدي وغالبا يبي انه اوكي انا حاليا ابي اخليك تعلق وراح اوخر عنك ونشوف على طول ينحاش سبيسنج في المسدس اللي هو الاسم على مسمى بلاستر بوي صح قاعد يرمي حصل دافع داش اتاك اوكي ما في كم تنزع على طول وخر عنه ما تلاحظ انه ما يبي يكون قريب منه اون شيلد يو هاف تو بي ريلي سكيرد تشوفه يرول تشوفه يتنحش يوخر الداش اتاك كان جميل جدا لانه راح كروس اب والريفرس عشان يحصل ذاتس وات يو نيد ذاتس وات يو هير ذا داون سماش اولموست كاتشز وذ ذا تو فريم كان از ستارتنج جود اب ثرو جوز فور ذا سكند نير اير دوج كومينج اوت فروم مولان يو كان سورت سي ات ناو هيز وين هيز بلاينج ديفنسيفلي هيز بلاينج سو سمارت تراينج best to avoid these combos that Ken can definitely have and once Ken starts building up percentages a lot of those combos that he's probably really comfortable with doing that was a سلام عليك يا بلاستر والله شوف بلش الموضوع اسرع سريع هايبر تشيس على طول لعب بعيد عنه كل لمسه لمسها انفجر منها مامان حاول يحصل شويه كونفرجنز بس اون ديفنس بلاستر از بلاينج اون فاير دائما تشوف على طول اول ما يلمس درعه كابتن وخر بعيد دي اي بعيد انستنت اير دوج روح بعيد هذا طال عمرك يسمونه SDI ونحاش. Honestly, I think Maman turned around and he decided to do heavy jab if I'm not mistaken. يمكن كانت بفر بس إنه لو تشوف أنت يعني شوف أنا هذا الشيء اللي عاجبني لا. أوريو كان. ريسكي داش أتاك وطبعا على طول كل هالمومنتم اللي بناه بلاستر ما له أي داعي ليش لأنه ما زال حاليا Maman على 28% 39% very simple. Yes. Maman at low enough percent Ken definitely has a very scary combo game but it's just a matter of whether or not Blaster Boy is able to just play the game in a way that makes Maman scared to commit to a lot of these stubbier options. With punishing is the name of the game when it comes to Wolf, and Ken definitely has to commit to a lot more scarier situations that he might not be comfortable with, while Wolf can play. Oh, what was that reverse Shoryuken? With DI can جدا clutch. With DI can جدا clutch. طبعا ال gameplay اللي لعبه Blaster في بداية الجيم السؤال هل يقدر يحافظ على ال playstyle نفسه ولا لا؟ لأن هني يصير الاختبار. Oh, Shoryuken. الحين بدأت تبين. Okay. شوف لما تكون انت في البدايه مبلش وقاعد تلعب جيم بلان ممتاز ضد الكاركترز هذه لما يجيبونك الشوريوكنز هذه وتموت الموته السريعه هني الاختبار صدق لك yes, exactly. هل راح تقدر تسوي هل راح تقدر انت تتحمل البرشل صح او ماي جاد يو ريد ذا جامب وتظل تلعب على بلاي ستايل صحيح ولا يعني يخترب جيم بلانك صح فحاليا انا مستانس اني اشوف يعني نعم بلاستر قاعد يحاول يحافظ على الشيء هذا بس شويه ريسكي ابروتش اوبشنز دير بالك درعك راح ينفجر بعد شوي honestly this is very smart coming up from a man who's going for heavy roundhouse slash لو تلاحظ this is exactly what he needs in order to send him at a low angle because he's looking for tech chase situations and also you can sort of see Buster Boy is also looking for tech chase situations فال شوريو كان جايه ممكن تكون شيلد بوك ممكن تكون شيلد بوك ممكن تكون جارد بريك صح ولا لا جارد بريك لول شيلد بريك جيل بريك يس 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 سلام I think that was the thing that you were talking about من اخر الدنيا yes that might have been the focus attack dash cancel as you sort of see and he might have caught him trying to go for the edge this might be it ما راح يموت هذه وراها مكسب بوش لك oh that's a break shield مدري لين كسر انحش all he needed was one down smash all he حط رجلك كابتن حط رجلك لا تسوي كمت يمه This is so scary. There you go. Yep. Is that gonna kill? Good DI coming up from Blaster Boy. Welcome to Smash Ultimate. Thank you. Fake news. There's another one. 2-4 there. Good there. That's Mixer. You can. ما أعتقد الأبتلت كانت مقصودة يا حرام. You hate to see it happening, but at the same time, I love seeing a good Ken Khaled. I love seeing that fiery Shoryuken. You can. That thing gives me the exhilaration. That thing can take stocks early. Than almost anything, any other move in this game. He has a combo game that could put you at kill percent relatively quickly. I love seeing Ken on screen. And Maman is definitely showing that he has the fundamentals. He has the combo game. And he has the awareness in order to capitalize on matchups that are scary as well. يطير من الفرحة Maman. Look at him. يا أخي خارق والله حبه. Yeah, honest to God, I am there's a new Maman fan inside me, Khaled, and I definitely would love to shake his hand after this. لا صراحة جبار والله. غالد محترم وذكي وعقله نظيف وعارف أن يعني يعني وين يتمرن وش يسوي وبصراحه منتاليتيه تجاه اللعبه وايد حلو بس طبعا عند الكلام نفسه نقدر نقول عن بلاستر ترى يعني ما شاء الله عليه اكستريملي هارد وركينج اوف كورس اوف كورس اوف كورس ابدا ما هو اقل من اخوه بالعكس اصلا يعني انا اشوف انه يعني اكستريملي اندر ريتد ترى يعني عنده both of these players I'm assuming follow the same I'd say level of popularity the GCC mainly because of the fact that they these again if you were to describe them the way that you did they seem to be very very good people and good people come with dangerous packages because right now that catch on the air dodge from the top of the second platform والله كان يلمسك وتحس ان نهايه العالم صارت you can hear the music playing in the background
Oh my god, trying to go for the back air. هو الريد كان صح. That's gonna roundhouse kick. Good roundhouse kick coming out from Amanda, honestly. الريد كان صح بس للأسف الشديد لم تكن. Yeah, good get up from the ledge on oh my god. The smash, ولكن كان بعيد شوية. You can sort of see that these platforms now sort of working in Maman's favor, managing to sort of circumvent a lot of the lag and a lot of the free fall. That was a great. My man's playing third strike. My man's playing third strike right now, Khalid. But don't get me started. That was a Chun-Li lightning kick right now, sending him into the black zone. بلشنا مثل الجيم اللي قبله صح؟ مساعد بلاستر. توريو كان. حصل الستوك الأول بعدين ما قدر يحصل ليد. لأنه مات على طول بس الكاونتر بيك هذا البلاستون أكبر فقدر يعيش الحين السؤال هل راح يقدر يبني البرسنتج ولا لا ترى هذا الفاكتور Oh my god that's an anti air that was an anti air دير بالك don't get too comfortable with those aerial approaches if you do لبحت كان سهل عليك بلاستر دير بالك Well again we're back in a situation where Blaster Boy definitely has a bit of an early lead but all my man needs is a couple of stray hits that leads into combos that can put you at kill percent because this is what I'm talking about 25% he is now on the edge good heavy jab Close proximity. That's exactly what he needed. Hadouken heavy. Interesting. Not following up with the pressure. He must know something. Fair side V, يا أخي أقسم بالله. Okay. Four dead. That was unsafe. That is unsafe, my guy. Look at that. 71%. أصابك بلاستر. هدي. Die. If you definitely look at right now, you can sort of see that forward air and a lot of those back airs were definitely needed to sort of put the pressure on Ken Shield, wanting to steal that stock as early as possible, mainly because. ولازم الستيتمنت هذا صح لأن حاليا مامان ماخذ راحته قاعد يستخدم الشوريكنز دولا كأنتي ايرز عرفت وقاعد يضرب فما يعني بلاستر قاعد يقول لنا دير بالك يعني جنب واحد غلط وخلي حياتك تنفجر. There it is, Maman definitely showing that in the previous game and especially in his experience so far, the matchup now is definitely on the stage. ذاك البوزيشن يو تيك ذا جراب لان يعني اسينشلي اذا انضربت على طول راح تجيك الشوريو شيدز اوف ستريت فايتر 5 خالد جست تيك ذا جراب جست تيك ذا جراب بيكوز اف يو دونت يو جيت سيت ان ا سيتويشن لايك ذس اوكي شنو الكامبو رايت اب ثرو اوه جود باك ثرو ناو بوتينج وولف ان ا سيتويشن ثينجز كان داز نوت هاف ذا تولز تو ايدج جارد اوف ستيج ليتس جو اوكي خلينا نحل هالموضوع هذا على السريع اللي صار الحين تو ان مامان شويه رجع ورا لانه كان يدري ان بلاستر او ماي جاد يس كيب جوينج خالد مامان كان مستوعب ان بلاستر يبي او نو او نو ذاتس سو دينجرس بلاستر انغث من خساره الستوك You can sort of see he's playing a little bit more violently. He's getting those violence urges in order to sort of capitalize, in order to put the pressure on Ken. He's trying his best. 54%. Is exactly what Ken needs. Honestly. Oh my God, that's a great short hop down air. Okay, dash attack. ثاني لا forward air. Back air. We see the jump. This is so dangerous for Roman right now. There you go, jump, Jor, you can. That's what I'm talking about. مامان ياخذها 2-0 صراحة ترى لعب جدا كويس الشغلة اللي مساكنت بقولها شفت لما كان عند اللج مامان وخر عن اللج لأن وولف عنده ذس يعني مثل تك شيز عنون يسوونه of course. They hold down لما يسوون الأب بي والهيت بوكس is so big إنه ممكن it scoops you from